السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، نحن الآن في أحد دور الأيتام بالعاصمة الأفغانية كابول. مشاهدي قناة الجزيرة، إذن الآن في جولة، وكما تشاهدون يعني نحاول في بداية جولتنا أن نسمع يعني أنشودة لطلاب دار أيتام الإحساس الخيرية. إذن كما سمعنا بأنشودة جميلة جدا سمعناها من الطلاب هنا، طلاب دار الأيتام، كما قلت دور الأيتام، وهي دار تتبع لمؤسسة الإحساس الخيرية هنا بالعاصمة الأفغانية كابول. إذن جولتنا كانت في بدايتها أنشودة. إذن نريد أن نذهب إلى أحد المسؤولين في هذا الدار ونتعرف أكثر على أقسام هذا الدار وما تقدمه دار إحساس الخيرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أنت؟ ممكن تعرف نفسك وتعرفنا على ما تقدمه دار إحساس الخيرية وكم عدد الذين تتكفلهم دار الأيتام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يعيش في هذه السكن 30 طالب يدرسون في المدرسة، وأيضا نحن نتكفلهم الكفالة التعليمية والكفالة الصحية، وأيضا لهم المأكل والمشرب والملبس والمسكن. وهؤلاء يدرسون من الصف الأول إلى الصف السابع، يعني صفوف مختلفة، وعندما يرجعون هنا يوجد لهم صفوف ندرسهم الدورات، نعم دورات رياضية ودورات قرآن كريم وأيضا دورات إنجليزية، ويسكنون أيضا هنا ويوجد لهم مكان السكن، غرف هنا يدرسون وينامون ثم يذهبون إلى المدرسة. وكم عدد قلت لي عدد الطلاب 30؟ 30 واحد، نعم. أعمار مختلفة؟ أعمار مختلفة، نعم. يوجد من صف الأول يعني تقريبا 7 سنوات إلى
ثاني عشر أو ثلاثة عشر سنة. سمعت أن البعض منهم يعني من فقد أبوه أو بعضهم كانوا متسولين أو كهذا هذا يعني. هؤلاء أكثرهم أيتام، كلهم أيتام تقريبا، نعم، فقدوا آبائهم وكانوا أكثرهم يعني لا يستطيعون الدراسة ولا ضعف اقتصادية، ونحن أتينا بهم هنا نتكفلهم هنا ندرس عليهم إن شاء الله، ونريد أن نزيد هؤلاء إلى 100 واحد إن شاء الله سنة القادمة. تريدون أن تزيدوا نسبة الأيتام يعني؟ نعم، نحن نزيد نسبتهم، ونأتي يوجد هناك أيتام آخرين ونريد لهم أيضا من يتكفلهم، هؤلاء يتكفلهم التجار وأهل الخير الذين يعيشون في أفغانستان وفي خارج أفغانستان، ونحن نطلب من باقي التجار والمؤولين أن يمولوا يدعموا هؤلاء الأيتام لكي يدرسوا ويصبحوا مفيدين للجامع وللأمة إن شاء الله. إذن مشاهدي الكرام، نشاهد الأخ، نشاهد يعني داخل صور حية من داخل دار إحساس الخيرية، كما قال المتحدث محمد ملا، يقول بأن الدار يدم يعني 30 يتيما، ويريدون أن يزيدوا في نسبة اليتامى حتى يصل أكثر من هذا العدد. إذن ممكن نذهب، ممكن نذهب معك ونقوم بالجولة داخل. تفضل إن شاء الله. إذن نذهب داخل الدار مع المسؤول. لا شزة، لا شزة، إذن نتجول داخل الدار مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الجزيرة مباشر. ممكن تحدثنا عن يعني هذه الغرفة؟ هذه قاعة أيضا للمجالس، وأيضا مكتبتنا هنا للمذاكرة، ويوجد هنا كتب للطلاب، موجود كتب لهم ثقافية، نعم كتب ثقافية، يأتي الطلاب هنا ويطالعون الكتب ويزيدوا في فهمهم من الدروس. ويوجد لنا هناك أيضا فصول دراسية هنا إن شاء الله موجود، الأساتذة موجودين يدرسهم هناك. ونعم، وهذه السكن يكون ل24 ساعة، يعني طلاب يسكنون فيه طوال السنة 24 ساعة، هنا يتدرسون وأيضا ينامون هنا. بالنسبة كما ذكرت يعني بالنسبة للذين الطلاب الذين في الدار إنما يمرضون أو تكون هناك حالات حرجة، هناك أطباء يأتونهم من المستشفيات؟ نعم، نحن لنا مع المستشفيات هناك عقد موجود، إذا يكون قليل نحن نذهب بهم، يوجد لهم سيارة نأخذهم إلى المستشفى، المستشفى قريب من هنا تقريبا بحدود كيلومترين، وهناك يفحصهم ويعطيهم دواء، وإذا يكون لهم مشكلة إن شاء الله يبقى هناك. من ناحية الرعاية النفسية، هل عندكم مثلا الذين يعانون مشاكل نفسية، هل هناك أيضا اهتمام خاص بها؟ نعم، هنا يوجد لهم أساتذة كل وقت يأتون لهم لأنهم فقدوا آبائهم ويجدون لهم مشاكل، وهنا يوجد الأساتذة للنفسية، نعم الرعاية النفسية هناك يجلس معهم ويتكلم معهم ويقوي فكرتهم، ولكي يعني يكونوا أصحاء هم من جانب النفسية ومن جانب الصحية إن شاء الله. ممكن نتحدث مع أحد، في أحد يتحدث هنا باللغة العربية؟ يمكن. إذن تشيس شو ما بين؟ ممكن. نعم تشيس. مرحبا والله. اسمك هندسي؟ اسمي شوربي.
يقول هو في الصف الرابع واسمه محب الله. تقرأت مش إنجازي لكن يمسى ويقول أخو له مدة سنة ونصف يعيش في هذا الدار. روزياسي بلي 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 ما يخدمون لكن مريم مثلا چی هست اینجا؟ درس میخونم اینجا، مکتب میروم اینجا، نانشان خوبست برای من نیده. إذن هو يقول بأنهم يعني يقدم لهم خدمات من ناحية الملبس والغذاء، وكذلك يعني يشكر دار آخر المسؤولين في الدار بأنهم يهتموا باليتامى. إذن نختم جولتنا هذه سيداتي سادتي. إذن سيداتي سادتي مشاهدينا الكرام، إذن نختم الجولة التي قمنا بها في أحد دور دار الأيتام هنا بالعاصمة الأفغانية كابول، أو ما يسمى بدار إحساس الخيرية التابعة لمؤسسة إحساس الخيرية. في أمان الله.